هنا في مدينة التربة جنوب محافظة التعز تبدو الحياة طبيعية، توفر المواد الغذائية وتجول الناس كما في السابق قبل أن تحاول الميليشيا منتصف العام الماضي دخولها محاولة استهداف نقاط على مداخلها، الأمر الذي دفع بأبنائها لمواجهة هذا المد الانقلابي، فواجهوا وكسروا تقدم الميليشيا وها هم اليوم ينشرون النقاط الأمنية من أجل حفظ الأمن فيها. كانت حاولت إلى تسللات من قبل بعض الميليشيات الحوثية، لكن بفضل الرجال المخلصين تم القبض عليهم وتسليمهم إلى قيادة اللواء 35، ونقوم الآن بتأمين المدينة وتنظيم الشوارع. حرمان الحوثيين وقوات صالح من دخول هذه المدينة وتأمينها مبكرا أيضا حولها إلى ملاذ للأسر النازحة من مركز المحافظة مدينة تعز جراء القتال الدائر في أغلب أحيائها، إذ تتحدث بعض الإحصاءات أن عدد النازحين هنا يقدر بنحو 27,000 أسرة. النازحين الذين وصلوا إلى مديرية الشمالتين يزيد عن 27,000 أسرة في عموم المديرية في الريف، وفي مدينة التربة خاصة يزيد العدد عن 3,700 أسرة، بخلاف مراكز الإيواء التي بلغت إعدادها في المديرية ما يزيد عن 27 مركز إيواء فيها ما يقارب 230 أسرة، حوالي قرابة 900 فرد في هذه المراكز مراكز الإيواء. نشترك قاعدة عز نكون نشرب نرجع مدرسة احنا نرجع نلعب نذاكر واحنا مرتاحين بسلامة، نرجع نروح تعز ولا بين حاجة ولا حاجة مشاكل ولا شيء. تمتلئ العديد من المدارس بهؤلاء النازحين التي تتفاقم معاناتهم يوميا كونهم حرموا من أبسط متطلبات الحياة الأساسية في ظل غياب الجهات الرسمية. تبدو هذه المدينة وجهة خصبة للنازحين من مختلف مناطق المحافظة، لكنها أيضا ليست ملائمة للاستمرار في ظل تجاهل المعنيين ومحاولة تلمس مشاكلهم. حمزة أمين، قناة بلقيس، من مدينة التربة بمحافظة تعز.